ما بعرف كيف بدي افكر. ما في شيء بيعوض لسنين حياتي اللي راحوا، وجوزي اللي خسرته، وبنتي اللي انحرمت منها سنين. ليلى محمود يونس متهمة بجريمة قتل وتم الافراج عنها اول امبارح. ليه صار لها محبوسة؟ 8 سنين. بدي اشوف بنتي. نعيمة بنتي راح اتجوز وكمل حياته وجاب بنت تاني لبنته. اكيد راح تنصدم لما امها تظهر فجأة قدامها بعد كل هالسنين. ليلى؟ الحمد لله على السلامة. انت شو عم تعملي هون؟ لي 7 سنين ناطرك. انا جاهز اسمعك ويمكن اقدر ساعدك كمان. اليوم هددوكي ببنتك، بدك تعرضي حياة بنتك للخطر. هي التمثال له قصة. ذكرته بالتحقيق بس ما حدا مصدقني. الظاهر صار في اشياء كثير ما بعرفها. انت ربيت وحش. في كتير تفاصيل بالتحقيق وفي كتير ناس كمان. اوقات الظروف تجبرنا نعمل اي شيء، اي شيء كرمال اولادنا. هيدي رحلة البحث عن براءتي كلها، انا ما لي خلقها. ليش هدد زور ضدي؟ محتارين ضايعين مش عارفين الله وين حتتكون وشو بدكم تعملوا. بحق الله تاخذني اذا انا ما بدي. ولك انا ما بقى عندي شيء اخسره. براءتي ورح اثبتها لوحدي. بدي اطلع.